لا برا ترى الجو حار يعني تبرد بوحدك مو يجيني هذا سبلت ترى ها لا اخي معود حار الجو انتم ما يكفيكم انا سبلت راض لكم 5 طن تابع الفيديو عشان رايكم علي الله حيهم متابعينا الكرام شلونكم ان شاء الله بخير اتمنى تكونوا بصحه وعافيه طبعا هواي شرحنا على سبارت البورتبل واقبال صار عليها اكثر من السبارت التعليق ليش هاي السبارت راح تكون متنقله تقدر تاخذها وياك مسافره تقدر تاخذها وياك الغرفه الثانيه تقدر تحولها من غرفتك لغرفه اخوك اذا انت عينك على اخوك تقدر تحولها بالاستقبال تقدر تاخذها وياك للشغل اذا كنت محتاجه فهذا السبلت عليه اقبال كلش كبير واليوم راح نتكلم لكم على ماركه من هاي السبالت اسمها ماركه سويس مارك اول شيء خلينا نشغلها خلينا نتبرد ماركه سويس مارك ماركه اوروبيه باله جديد غير مستخدم فتحات الهواء راح تصير من الامام مو لفوق احنا دائما العراقيين او اللي يريد هواء بارد يريد الفتحات تصير من قدام حتى اول ما ان شاء الله يجي السبلت عليه او الهواء البارد عليه او يقدر يخليه بوجهه مثل ما هو مخليه اما الفوق لا لازم توقف فوقها يلا يدفع لك الهواء البارد هذا ماركه سويس مارك يعتبر طن الى 3/4 طن اكو بالسوق يمشونه طن لكن احنا نمشي بالحقيقه مالته هو 9000 BTU راح يكون 3/4 طن 100% وعالم تبيعه طن لكن احنا نبيعه 3/4 طن يسحب امبيريه من 3.5 امبير الى 4.5 امبير 3.5 امبير يعني 3 امبيرات ونص على الدرجه الاولى 4.5 امبير على الدرجه الثالثه على فولتيه 220 فولت تصميمه كلش حلو اذا نجي نباوع على السطح مال السبلت المتنقل راح يكون شبيه بالمركبة الفضائية أو تصميم شبيه بالمروحة يعني تشوفون هاي الكسرات الموجودة بيه يعطيك تناسق ويا المكان اللي أنت تخليه بيه وشبيه بالمروحة الداخلية الموجودة بيه وبداخل هاي التصميم راح يكون شاشة كنترول تعرض لك المشاكل أو تعرض لك الأعطال لا سمح الله وتعرض لك أيضا معلومات التشغيل عندك الباور تشغل وتطفي الداون تقدر تنزل درجة البرودة هاي عندك السبيد اللي هي سرعة المروحة أولى أو ثانية والتايم كنترول تقدر تتحكم بالوقت مالته على الصفحة اليمنى عندك الأب تقدر ترفع درجات الحرارة منها والمود تقدر تحول إلى رطوبة وتحولها إلى بنكة أو تقدر تخليها تبريد اللوك تقدر تقفل منانه الشاشة عندك حتى تشتغل السبت هذا شكله من الأمام وأيضا بريموت كنترول تقدر تتحكم به عن طريق ريموت خليني أحكي لكم على ظهر السبلت تمام خليني افرجكم اياه طبعا هذا السبلت من الخارج راح تكون بميزه كلش حلوه راح تسالون عليها شنو هي تشوفون السبلت بفتحتين اغلب سبالات البورتبل تكون بفتحه واحده يعني فقط فتحه واحده للتهويه اما هذا السبلت باثنين ونقصد باثنين انه راح يجي بيه راديترات اثنين راديتر هاي واحده وهاي راديتر الثاني هاي راديترات اثنين تعطيك السرعه بالتبريد اسرع من السبالات البقيه وايضا تعطيك تبريد اقوى من السبالت البقيه عندك هذه الفتحه خاصه بالمي وتجي ويا صونده لكن هاي الفتحه ما راح تحتاجها انت وبوقت الصيف لانه بي نظام تبخير فراح يبخر لك المي اوتوماتيكيا وما تحتاج تربطها بالنسبه للسبلت هاي الراديترات راح تكون راديترات مثل ما نقول احنا فافون وتعطيك عمر اطول بالنسبه للتبرد شويه حاره فتحات التهويه مثل ما قلنا لكم يدويه تقدر ترفعها وتنزلها ملحقات السبلت راح تجي ويا هذه الخرطوم شوفهم يا علاوي هذا الخرطوم عن طريقه تقدر تخرج الهواء الحار تربطه بالشباك وتطلعه خارج البيت هذا السبلت يعتبر سبلت قطعه واحده يعني ما يبي قطعه خارجيه ونصبه ما يحتاج نصب مجرد تجي تشكله على الكهرباء راح يشتغل عندك بكل سهوله ما يحتاج تعليم مجرد ما تشغله من النار راح يشتغل يبرد عندك او ما تحتاج اي شيء انت تجي هاي الصونده هاي الصونده تطلع لك المي الزايد اللي يجمد على البواري الخاصه بالراديتر هاي ما راح تحتاجها بالصيف تحتاجها فقط في وقت الشتاء لانه الراديتر يجمد فلازم يموع المي مالته او يطلع المي الزايد طلع لك اياها صونده اما بالصيف ما تحتاجه لانه به نظام تبخير بنهايه الفيديو وصلنا لنهايه الفيديو لازم نتكلم لكم على سعر سعر هذا السبلت راح يكون 249 دولار يعني 370 دينار ضمان به مده سنه كامله هذا السبلت اقتصادي نقدر نسميه بسحب الكهرباء يعني 3.5 امبير احنا نشوف كل زين بالنسبه للاي جي سبلت متوفر توصيل كل محافظات العراق خلى بردك شويه خلى برد المتابعين ها
توفر توصيل كل محافظات العراق عنوان كراده خارج مقابل مدرسه الامام جواد. حياكم الله. الى اللقاء.